كيف اختار الموضوع يا حمر الرجل الله 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 حاسه يا جماعه ان اليوم خميس ما ابغى اوقف طبعا منورينا في استديو ساعه شباب الثنائي الاخوان الجميلين اصيل وفرح. واحب اقول بس انه فرح ترى لاول مره تشيل الماسك عن وجهها وتظهر لجمهورها بشكلها بدون الماسك اللي كانت تلبسه دائما في كل المناسبات. منورين استديو ساعه شباب ومولعين شباب. انا اول شيء سعيده حقيقه انه في اثنين اخوان يشتركوا في موهبه واحده وموهبه فنيه جميله بيتشاركوا فيها في كل مكان. ولكن قد ايش بيعطيكم تميز كثنائي في عالم الدي جي؟ والله شوفي، هو كدي جي حاليا يعني اكثر شيء انه فرد صح. يعني كل واحد بيبين نفسه فهمتي، فاحنا حبينا نتميز، فانا واختي فحبينا نكون انا وهي كمود واحد كدي جي يعني. حلو، فكره صراحه انا عجبتني شخصيا، فكره مره حلوه. طب وبالنسبه لك فرح، كيف كانت بدايتك مع اصيل في نفس هذا الفن؟ بدايتي انا ما كنت ادري ان اخوي دي جي اساسا لسه يعني. اوكي، انت كنت مع اصحابك؟ لا انا كنت في اوكرانيا. اوكي، فبدايه برضه انا كمان كنت مسافره. ففجاه رجعت جده عرفت ان اخوي دي جي كمان. صدفه حلوه. ايوه، فحبيت يعني الوضع انه كمان اخوي دي جي وانا كمان دي جي، فيعني قلت ليش ما تجمعوا هذا الفن مع بعض؟ صح. ايوه بالضبط، وبالنهايه نفس مودنا يعني انا وهو. طب وكيف نجحتوا وكبرتوا الموضوع؟ يعني هل درستوا الموسيقى اصلا ولا كانت هوايه بدت معكم هوايه واستمرت كهوايه؟ والله شوفي، هي المواهب هذه ما شاء الله من العيله كامله. عيله فنيه. الوالده ما شاء الله عيله فنيه يعني. انا اصلا قبل الدي جي فكانت عندي موهبه اللي هي الازيار. اوكي، فكنت اطلع مع فنانين، فكنت اطلع مع بزواجات، فكان جينا شغال. فلما سافرت في اوكرانيا سبحان الله، السكن في واحد ساكن معايا كان دي جي، فكان يطلع حفلات في اوكرانيا. فكنت اطلع معاه، فجاني شغف انه ابغى امسك الشيء هذا، الجهاز هذا. حلو، فالحمد لله يعني جدا جدا عجبني الشيء هذا. وانت كمان فرح، كان هوايه بالنسبه لك ولا دراسه؟ كان هوايه من زمان، مره احب يعني اسوي اغاني مع بعض، ادخلهم في بعض، فقلت خليني اجرب اشياء جديده وزي كذا يعني. كنت يعني مره كان نفسي اجرب ذا الشيء، فحبيت اشتري جهاز صغير بدايه واشوف يعني بس اجرب. فحبيت اني اطور نفسي اكثر واشتري الجهاز اللي بعده يعني، لانه مره عجبني الوضع، انا مره احب هذا الشيء. حلو، فبس بدأت فيه وبدأت في الأكبر شيء، وإن شاء الله يعني تشوف مستقبل أكثر. وأنا صراحة جدا انبسطت لما شفتها، لما عرفت إن أختك معاك. والجميل منك كمان، أنت كمان أصيل، إنك تدعم أختك في هذا الفن اللي أنت داخل فيه، وتكونوا أنتوا الاثنين كثنائي جميل مع بعض. فكرة جميلة أكيد. فكرة جميلة صح. إيش رأيكم اليوم؟ أنا لاحظت إنه أغلب الدي جيهات والدي جيين أو الدي جيز بيسووا تحديات بينهم بالاغاني، فنبغى نسوي هذا التحدي اليوم في استديو ساعه شباب. حنخلي دقيقه لاصيل الفرح ودقيقه لاصيل، والمشاهدين عاد هم الحكم يقولوا لنا مين افضل. طيب نخلي فرح الاول. يلا نخلي فرح الاول. تفضل. متحمسه فرح؟ لازم نفوز، نحن البنات نبغى نفوز على الشباب.
ايش مودك؟ عربي خليجي؟ اوكي. يلا صف صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسوا لي العين صف ونبي اثنين يلا صف صفين ما بيزعل ما بيحزن يلا ترسوا لي العين ابي اسمع صوت الطبل خش خش الله الله بلا 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 الله والقانون يقل فقر الاثنين ما شاء الله فازوا معانا وكل واحد فيهم افضل من الثاني اتمنى لكم كل التوفيق فرح واصيل وان شاء الله نشوفكم مشاركين في مواسم وحفلات كبيره جدا عندنا بالسعوديه شكرا لكم مشاهدينا بكذا انتهينا ووصلنا لختام حلقتنا اليوم نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا نشوفكم بكره في ختاميه جميله للاسبوع اقول لكم في امان الله يلا نسمع ايش حنسمع نحط اغنيه اي اغنيه اي اغنية اللي بلادك بعيدة مشاور وانا جيلك ماشي من كفر لمصر الجديدة سعيدة يا حلوة سعيدة اللي بلادك بعيدة مشاور وانا جيلك ماشي لحلب الجديدة وسقيني سقيني